زي ما بتشاهدوا هون عندنا البربيش التسعين اللي في آخره بكون رداد مربوط عليه دلوم لحتى نضل رافعين الرداد ما يصل لأسفل البركة والطين. هذا البربيش قياس 90 مليمتر. البرابيش 2 في الأعلى هاي برابيش 63 رواجع بنقولها، وإلها وظيفتين. الوظيفة الأولى التحكم بالضغط، كمية الماء المفخوخة للمحاصيل سواء محمية أو مكشوفة. الوظيفة الثانية من خلالها بنغسل في الفلتر الرملي. بنتحكم احنا في ضغطه هون زي ما انتم شايفين، 2 خارجات من الاعلى والبربيش السحب من الاسفل. من داخل المضخه زي ما بتشاهدوا هاي اللي هي الرواجع 2 جايات فوق الفلتر الرملي اللي عليها اشبار. الاشبار هاي احنا بنتحكم المحابس بنتحكم في كميه الميه اللي بنخرجها لحد حسب مساحه الارض اللي بدنا نرويها او عدد البيوت. هذا البربيش بالاسفل اللي هو داخل من اللي هو خارج من المضخه مشبوك على مجموعه محابس رئيسيه بثلاث اتجاهات. هاي المضخه في السحب، هان ساعه الضغط اللي من خلالها بنعرف كميه المياه المفخوخه. طبعا كل مصنع له المواصفه او له الطريقه في تصنيع الفلاتر والسمادات. هاي مصنع اخر فلتر واقف رملي واقف، له حجره واحده، له راجع واحد اللي شفناه قبل شوي وله حجرتين. هاي ساعات الضغط اللي انت بتلاحظوا فرق بالضغط، ساعه السحب كانت 1.5 وهاي تقريبا نص. فرق الضغط بكون عند التسميد، عند البدء بعمليه التسميد. هذا تصميم اخر للفلاتر لحتى تعرفوا عليه. هاي اللي هي المضخه بقوه 10 حصان، ساعة الضغط لكمية المية الداخلة، الفلتر الرملي اللي بيجي عمودي له حجرة واحدة بالأعلى زي ما بتشوفوا له راجع واحد. الراجع هذا بنتحكم من خلاله بكمية المياه الداخلة للري أو التسميد، وكمان بنغسل من خلاله الفلتر الرملي زي ما بتشاهدوا. هذا اللي احنا بنقوله الجهاز الفنشوري اللي هو جهاز حقن السماد. هذا الآن هاي فلاتر 2 أو ديسكات مايكرونية، هذا برميل التسميد جهزناه. كمان مرة هذا الجهاز الفنشوري، هاي اللي هي الفلاتر المايكرونية. الآن لما بنبدأ بعملية التسميد، هذا بربيش 90 مليمتر اللي رايح على أرض الكوسة. بنقسم الكوسة طبعا حسب ما بدنا حسب مساحة الأرض لأشبار. هاي مجموعة ماء رئيسية، المجموعة هاي راكبة على تي 90 بيوزع على شبر 63 وشبرين للري. يعني أنا بتحكم بكمية بالأرض اللي أنا بدي أرويها من خلال الأشبار الموجودة أمامي. الآن زي ما بتشاهدوا هاي البرابيش الرئيسية والبرابيش الفرعية. الرئيسية بتكون أكبر من الفرعية لتوزيع الضغط، لتوزيع الضغط زي ما بتشاهدوا بتكون مشبوكة على برابيش فرعية. البرابيش الفرعية اللي هي عيار 63 بيكون مشبوك عليها برابيش الجي آر اللي مزودة بنقاطات، وبتكون حسب الزراعة. إذا كنا زارعين على ريشة واحدة زي ما احنا شايفين الكوسة بتكون النقاطة على الشتلة مباشرة، إذا على ريشتين بكون حاطين بربيشين في الأسفل. الآن ليش احنا بنحط المحابس؟ بنحط المحابس لحتى نتحكم احنا شو قطعة الأرض اللي بدنا نرويها. الآن زي ما بتشاهدوا مثلا هذا محبس آخر مشبوك على نفس السمادة وعلى نفس مجموعة الري، هذا لري الحمضيات. يعني بسكر مشابكي على المحابسي على الأرض الكشف أو البيوت، وبفتح المحبس اللي أنا بدي إياه وبتحكم في الضغط حسب المساحة وعدد الشجر. والآن مثلا عملية ري الحمضيات زي ما أنتم شايفين، هذا الري السطحي للحمضيات اللي بتكون النقاطة البربيش مسكر، بربيش 20 مليمتر مسكر، إحنا بنثقبه بنحط النقاطة عند الشجرة زي ما بدنا. ما بهمنا إذا الأرض مستوية أو مش مستوية، إذا الأرض منتظمة أو مش منتظمة، إحنا بنفتح عند الشجرة فقط. هاي النقاطات اللي أنتوا شايفينها بتعطي عملية الري. طبعا النقاطات أكثر من نوع، كلها بتفي بنفس الغرض، بتختلف حسب المصنع أو الشركة الصانعة. شاهدوا مثلا الآن إحنا مجورين على الشجرة، هاي النقاطة شغالة، المضخة طبعا تشتغل بتضغط الماء في البرابيش الرئيسية والفرعية، وإحنا بنفتح الشبر على الأرض المراد ريها أو تسميدها. وزي ما بتشوفوا هاي عملية الري اللي بتتم لأشجار الحمضيات. طبعا النقاطات هاي برضو إحنا بنتحكم فيها، لأنه ممكن يكون عندنا شجر كبير، شجر صغير، شجر بده احتياجاته من الماء أعلى، تكون يعني زراعة متداخلة حمضيات وغيرها،
فإحنا بنتحكم في القطعة الخضراء اللي أنتم بتشوفوها في رأس النقاطة، بنفتحها أو بنسكرها حسب ما بدنا، فبالتالي بنزيد أو بنقلل كمية الماء حسب ما بدنا. عملية الري للأشجار بتتم حسب الحاجة، حسب الوقت من السنة. كان الآن إحنا من خلال مجموعة الري التسميد والري اللي شاهدتوها والمضخات في الأعلى، اللي نضغط سمادنا، نعطي مية حلوة، نضغط أي شيء بدنا إياه، حتى إذا بدنا نعطي مبيدات فطرية. وهذا اللي بتشوفوه هذا محبس صغير، مثلا إذا عندي مجموعة من الحمضيات أخذت مية زيادة بإمكاني أنا أسكر عنها، اللي هي زي نظام الحنفية، محبس صغير زي نظام الحنفية، بسكر عنها المية وخلص. هون عملية خلط السماد، خلط السماد. أنا بجهز برميل التسميد زي ما أنتم شايفين، بخلط السماد، وبعدها بتبدأ عملية فتح الشبرين اللي أنتم شفتوهم الصغار اللي عند الميكرونية، لحتى عملية التسميد تتم، وبتتم بفرق الضغط، بفرق الضغط. طبعا هذا اللي بتشاهدوه زيتون غوري، برضو احنا بنسقيه في نظام نقطات الشجر، شبكة ري رئيسية، وهاي نقطات الشجر شغالة عليه. هذا الزيتون الغوري طبعا مروي، بنرويه احنا في ايام الشتاء، بنوقف. هذا الري التكميلي زي ما بتشاهدوا، هاي نظام النقطات، هاي نظام نقطات الشجر. هذا الزيتون طبعا حجم كبير، يعني عمره تقريبا 35 40 سنة. هاي زي ما بتشاهدوا، هاي نقطات شجر، وهاي اللي كنا حاكيين عنها قبل هيك اللي هي المرشات، بس انا مش قادر اقرب عليها في الصورة لانه ميتها هاي نظامها فشل. هذا نوع من انواع المرشات، مع ضغط الميه ببلش يعطي ميه بكل الاتجاهات، بالاضافه انه بلف، يعني بكون يلف مع ضغط الميه. هذا نوع من انواع المرشات الميه. طبعا هاي احنا بنستخدمها للنجير، بنستخدمها للجزر، بنستخدمها للبصل اللي بنكون زارعينه بقصد المشاتل، بنستخدمها للمسطحات الخضراء، بنستخدمها للورقيات الكثيفه. هاي الطريقه اللي هي طريقه الري اللي احنا بنحكي عنها، اللي هي الري بالرشاشات. طبعا انا مشان اتصور بصور لكم المقطع هذا، تحممت